أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. تفاجأ 83 موظف في وزارة التربية والتعليم بالمرتبة السادسة من خريجي الدبلومات تفاجأوا بإيقاف عملهم في إدارة التربية والتعليم وإحلال بدلا عنهم خريجي جامعات، طبعا مقدمينهم شكواهم لنا في أهلا. يأتي ذلك بعد الخطاب السري الذي أرسلته الخدمة المدنية بهذا القرار إلى وزارة التربية والتعليم بعد 10 أشهر من توظيفه. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لعزام الخديدي، نتابع ثم نناقش. مع احترام الشديد، لو في أحد بيحاسبهم ما كانوا بكل سهولة 83 شخص فصلوهم فصل. 83 شخص يا أخي، اتق الله بنفسك، حط نفسك في نفس المكان. فما لك لما تصحى بين يوم وليلة تلقى نفسك بدون وظيفة، والواحد عنده ديون، عنده قروض من البنك وعنده تمويل. هؤلاء الشبان هم جزء من 83 موظفا وجدوا أنفسهم مفصولين من وظائفهم الإدارية بوزارة التربية والتعليم، والتي بدورها قذفت بالكرة في ملعب وزارة الخدمة المدنية. في السياق ذاته، أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية على تشكيل لجنة للنظر في القرار بطي قيد هؤلاء الموظفين، وسيقوم الديوان بمطالبة من يثبت قيامه بالتزوير بإعادة الرواتب التي حصل عليها طوال 10 أشهر، فيما يصر الموظفون على أن تعيينهم تم بطريقة نظامية وأنهم أدخلوا بياناتهم عند التقديم بشكل صحيح. إحنا هذول يصلون، نروح لوزارة التربية والتعليم، يصلون على الخدمة المدنية، نروح الخدمة المدنية يقول خطأ وزارة التربية والتعليم. طب أنا أروح لمين؟ أنا خسرت وظيفتي، أنا فاتح بيت، عندي أولاد، إنسان متزوج، مستاجر، عندي التزامات. يعني الواحد ما في داعي إنه يقعد يشكي ظروفه ولا يشكي، الحمد لله حالي زي حال الواحد. سيناريو ضياع الحق بين الوزارات لا زال يتكرر، خصوصا وأن قرار الفصل جاء مفاجئا ودون إنذار مسبق، ليجد هؤلاء الموظفون أنفسهم نهبا للبطالة بعد أن تركوا وظائفهم السابقة في القطاع الخاص بحثا عن الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي. وزارة الخدمة المدنية بدورها ترى أن هؤلاء الموظفين لا يستحقون هذه الوظائف لأنهم لا يحملون شهادات جامعية، استفاقة جاءت متأخرة بعد أن رتب هؤلاء الموظفون حياتهم على أساس أنهم موظفون حكوميون. الواحد على ما قال عزوبي مو مشكلة، لكن لما تكون أنت فاتح بيت وتكون عندك أولاد وتكون أنت مستاجر بتشيل الهم هذا. تتخيل أنك كنت في وظيفة، يعني أنا دحين الآن لا صرت لا موظف في وظيفة السابقة وظيفة البنك ولا الوظيفة الحكومية، الآن أنا جالس. كانت بياناتنا سلمناها 100 في بداية تعييننا، طابقوها وعطونا أوكي، أعطونا الكشف الطبي، وباشرنا أعمالنا، وقفنا عن أعمالنا السابقة اللي في القطاع الخاص، ونتفاجأ عن إيقافنا على ما فيها. ومنذ أسبوعين لا زال هؤلاء الموظفون يجتمعون في مقر وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بحقوقهم بعد أن أعيدوا إلى طابور البطالة الطويل الذي لم يطل فكاكهم منه. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة، روتانا خليجية، جدة. شكرا عزام على هذا التقرير. طبعا لمناقشه هذا الموضوع يسعدني رحب بنسبهاتنا هنا بالدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب والاكاديمي، وايضا المحامي المستشار القانوني الاستاذ سلطان العنزي، وايضا معي علي الشهراني وهو مساعد اداري في تعليم بيشه واحد المفصولين الذين تم ايقافهم الى الان عن العمل في وزاره التربيه والتعليم. ايضا حاولنا الحقيقه مكالمة الدكتور عبد العزيز الخنين وهو المتحدث الرسمي باسم الخدمة المدنية منذ الصباح، لكن استجاب في 5 عصرا وقال انه ما يقدر يطلع في نفس اليوم. احنا ما عندنا مشكلة، بكرة وبعده اهم شيء انك تطلع وتصرحنا تقولنا ايش الوضع يعني القانوني لل 83 سعودي تم كذا بعد 10 أشهر من التوظيف ما صاروا موجودين في العمل. خلني ابدا معك، أنت يعني أحد المفصولين أو الموقوفين، ما هي القصة بالضبط؟ ما الذي حدث؟ والله طال عمر مسي عليك بالخير. أهلا وسهلا فيك علي. تعيننا بقرار التعيين من جدارة، مقدمين على الجدارة الدبلوم.
وانا احد 83. تفاجأنا بقرار طي القيد هذا، باشرنا في شهر 2 شهر 3 لان دفعتين، شهر 2 دفعه وشهر شو اسمه 10 او 9 طابقوا بيانات برضه، يعني قد نزل اسماءهم والدفعه الثانيه من ضمن ال 83 نزل اسماءهم. الموضوع انه انفصلنا احنا بعذرهم ان الوظائف اللي انتم عليها تخص الجمعي الذين لم يجتازوا اختبار قياس. وفوجئنا بقرار طي شو اسمه طي القيد في قبل الاسبوع الماضي 19/1 انا قريته قرار طي القيد. وراجعنا وزاره الخدمه المدنيه يوم الاحد انا واحد الزملاء، صار لنا نفس رجعنا وزاره التربيه والتعليم قالوا لنا ان الفصل عندكم بناء على قرار الخدمه المدنيه، قرار طلب الخدمه المدنيه مراجعه المسوغات التعيين الذين لم يحملون بكالوريوس يلقى قرار تعيينهم. وارسلت برضو وزارة التربيه والتعليم على الادارات بانه مراجعه المسوغات التعيين اللي عندكم وبرضو تراجعونا وتشوفون ايش المسوغات التعيين، هل هم دبلوم او بكالوريوس. فجانا قرار طي القيد زي الصدمه. انتم طبعا كنتم موظفين رسميين، كنت موظف القطاع السابق القطاع الخاص سابقا، واستغلت بناء على الوظيفه هذه لانها حكومه وامان وظيفي وكذا. وجاء القرار صراحه. طيب في ناس برضو كان انت كنت موظف رسمي ما كنت على بند مدري لا في قطاع خاص بنك الراجح. لا 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 انت هذه الوظيفه اللي لا رسميه رسمي ما هي على بند ولا شيء. ايوه نعم المرتبه السادسه وكل شيء المرتبه السادسه. صار لك 10 اشهر وقالوا لك 8 لا. ايه طيب تعليق استاذ سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اولا خلينا نشرح الموضوع بشكل يعني اكثر دقه وما ياخذ علينا وقت. وزاره الخدمه المدنيه ليست معنيه بالتعيين. وزاره الخدمه المعنيه هي زي مكاتب التوظيف تعرض الوظائف التي تطلبها الجهات المختصه مثل وزاره التربيه والتعليم، وزاره الزراعه، وزاره الصحه، وزاره الماليه، وبالتنسيق بين الوزاره المعنيه ووزاره الماليه حتى يوضع لها مسير مالي. وبعد ذلك تقوم وزاره الخدمه المدنيه بطرح الوظائف واختبارك ومطابقه الاشياء، ويسمون هذا التعيين عن طريق المفاضله او التعيين عن طريق المسابقه. اللي صار معكم عن طريق المسابقه جيد مفاضل. الحاله اللي انتم فيها مفاضله في جداره انتم مرشحون وزاره الخدمه المدنيه حسب طلب وزاره التربيه والتعليم. ممتاز. اذا هذا عن طريق المفاضله جيد. النظام يقول اذا باشر الموظف عمله هو صدر قرار مباشرته يعتبر موظفا عاما باي حال من الاحوال مهما كانت الاخطاء. هذا واحد. اثنين من ناحيه قانونيه لا يجوز الغاء القرار هذا بعد مضي 60 يوم عليه. بعد 60 يوم مهما كان يحتوي من اخطاء ومن عوار قانوني يعتبر محصن بموجب النظام، ولا يجوز الطعن فيه ولا التغيير ولا الالغاء حتى وان كان مبنيا على اساس غير صحيح. وتتحمل جهه الاداره هذا الخطا، ولا تحمل الموظف الطرف الاضعف بالعلاقه هذا الخطا. وبالتالي المسؤول الاول والاخير هنا في هذه العلاقه هي وزاره التربيه والتعليم اولا ووزاره الخدمه المدنيه ثانيا، لكن الخصم الاول امام القضاء هو وزاره التربيه والتعليم لانها هي التي رفعت بالمتطلبات. نحتاج 10 مدرسين خبرة كذا شهادة كذا. فالتربية الخدمة المدنية تقوم بتوفير هذه الوظائف حسب المؤهلات المطلوبة، وكان من الأول أن يطابق على الشهادات لأن في مرحلة قبل المفاضلة هي المطابقة، يستدعونك بعد ما تفوز بالمسابقة يا الأخ الفاضل تعال جيب شهاداتك عشان نطابق. يطابق بعد ما يطابق يقول لك توكل على الله روح للجهة الفلانية، وتأتيك رسالة زي ما تفضلت جاتك رسالة خلاص وباشرت وبعد 10 أشهر تحصن قرار توظيفك اصبح واجب النفاذ. واذا زاد القرار مكانه وقوه اللي هو مباشرتك للعمل، لان المباشره خطاب يصدر من جهه العمل عندك وتبلغ فيها وزاره الخدمه المدنيه. كذا اصبحت سليم 100% اساسك القانوني ومركزك القانوني سليم 100% لا يجوز طعن فيه. مثلها لو كان انت عديت المده ولم تستطع الطعن بالقرار يصبح قرارهم صحيح. وبالعكس. نعم دكتور محمد انت رايك؟
والله أنا مع سعادة المحامي، الكلام اللي قاله هو يعني كفى ووفى، والكلام اللي قاله هو الإجراء الصحيح. ولكن في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات بتعيين عدد كبير من الشباب على الوظائف. الحكومة حاولت أنها تتدخل بتعيين الشباب حتى تعطيهم فرص عمل وتقلص موضوع البطالة، واستحدثت وظائف كثيرة الكثير من الجهات. طبعا أنا اللي لفت انتباهي أنه الأساس، إحنا نعرف الكلام هذا، أنه الأساس في الوظائف هو التصنيف حسب الشهادة وليس حسب الخبرة. هذا في وظائف ديوان الخدمة المدنية. بعض الدرجات البكالوريوس تعتبر في السادسة، وبعضها في الثامنة، في السابعة، وبعضها في السابعة بأقدمية سنة سنتين أو ثلاث حسب التخصصات. كيف حصل الموضوع هذا؟ بالحقيقة أمر يعني ملفت للانتباه، وإذا كان هذا خطأ فهو خطأ جسيم. وعدتني إذا وقع الخطأ في مثل المواضيع هذه يحمل على مثل ما تفضل أخي صالح، نعم سلطان. مثل ما قال أخي سلطان، يحمل على الجهة الأقوى التي تستطيع تتحمل تبعاتها القرار هذه، وهي في الحالة هذه وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية معا يعني. ولكن أنا في تصوري يعني أنه لم يكن ما يبرر أيضا قرار الفصل، مدام أنهم جربوهم 10 أشهر، ما لم يكن هناك أمور تطعن في كفاءتهم. حسب الواضح أنه هي وظائف إدارية وليست مثلا وظائف تعليمية، حتى أنك والله تقول أن المستوى مثلا أقل ولا كذا. وأنا في رأيي أن الشباب يعني دائما ديوان المظالم دائما ينصف الجهات التي يعني يتم الإجحاف في حقها في مثل هالحالات هذه. فأنا بودي لو هم بادروا بالكتابة لديوان المظالم والتظلم، عندهم قضية يعني حسب المعطيات اللي موجودة حاليا عندهم حق كبير يعني. ولكن احنا ما نعرف القضية من أساسها يعني، ما عندنا. لو كان في أحد من ديوان الخدمة المدنية أو وزارة التربية والتعليم يبرر ولا يوضح ولا يعلل القرار هذا الذي اتخذ بفصلهم، ترى على فكرة نادرا ما يحصل إلغاء قرار تعيين في الوظائف الحكومية أو فصل، إلا في حالات يعني تكون تستوجب أخلاقية لا سمح الله ولا شيء. حتى أحيانا يأتي الموظف يكون أداءه سيء ويكون التزامه مو بجيد ويكتب عنه، ولكنك تضطر أنك تحتفظ بهالموظف هذا وتحاول أنك تخصم عليه وتحاول أنك يعني توجهه. ولكن عملية الفصل من الوظائف الحكومية عملية صعبة جدا، ولذلك الناس تقبل على الوظائف الحكومية وتترك وظائف القطاع الخاص. نعم. طيب الآن علي، أنتوا القانونية اللي سويتوا يعني إيش؟ هل اتخذتوا إجراء؟ رجعنا وزارة التربية والتعليم. نعم. أوجهنا، قال وزارة الخدمة المدنية، رجعنا وزارة الخدمة المدنية، رحنا نبغى الوكيل اللي هو عبد الملفي صاحب القرار الأول. إيه؟ بالتأكد. قال ما عندنا شيء، قال في اجتماع، ورحنا للوزير. دخلنا على الوزير قلنا له الوضع كذا، انه انفصلنا وجانا قرار تقييد بعد 10 شهور من اللي عملنا. قال يعني استغرب هو من الكلام هذا، وريت انا الخطابات وكذا، قال لي خلاص اعطني اياها معي ونهايه الاسبوع احنا بنجتمع وبنرد لكم خبر. جينا من نهاية الأسبوع أنا والشباب اللي تواصلنا من ضمن 83، ورجعنا قال أنتم ما غلطتوا في موقع التقديم جدار. قلنا لا، متأكدين أن كاتبين دبلوم وأنتم رشحتونا على الوظائف اللي هي بكالوريوس بحجتكم. قال إن شاء الله لأنصفكم وكذا، وعادنا على الأسبوع هذا. جينا اليوم قال باقي، إحنا باقي مكونين اللجنة وما أدري إيش عشان ننظر في وضعكم. كنا حين وضعنا الحين يعني مفصولين و يعني شيء غير طبيعي صراحه، ما يعقل الكلام. طيب. لان عنده بيوت وايجار
صرف النظر اساسا يعني عندك بيوت ولا ما عندك بيوت هذا يعني قانونيا هذا يعتبر خطا قانوني خطا قانوني جسيم. انت شوف الان لما تقرا الخطاب هنا وبناء على خطاب مديري ادارات التربيه والتعليم بالمناطق والمحافظات الموضح ارقامهم يعني اللي اشعر الخدمه المدنيه ادارات التربيه والتعليم اللي اشعرهم بالفصل اللي اشعرهم بانهم غير مطابقين للمؤهل هذا دليل على ان الخدمه المدنيه هي مكاتب توظيف فقط. نعم. الخدمه المدنيه ما اخطات، الخدمه المدنيه قالت والله جانا ترشيح او طلب وظائف من الخدمه من التربيه والتعليم عرضناها جانا ناس طابقنا شهاداتهم ارسلنا لكم اياها بس الخدمه المدنيه ينتهي دورها من اللي راح ترسل اليس من مثلا هو اللي اعرفه انه ديوان الخدمه المدنيه دائما يتاكد من الشهاده هو في المرحله مطابقه ومطابقه الشهاده للوظيفه يعني ديوان الخدمة المدنية عادة ما يعين أحد مصنف تعيينه على المرتبة أقل في مرتبة أعلى صحيح هو فقط يقوم بإجراءات المطابقة بعد بعد الفرز اللي بعد الترشيح ويأتي بمطابقة الشهادات بعدها يقول له خلاص الجهة المعنية إكس أو واي هي المسؤولة عن توظيفك سواء كانت الخدمة المدنية أو المعارف أو أي وزارة أخرى الوزارة الأخرى هي صاحبة الاختصاص وهي المسؤولة الآن الإجراء اللي أنا أنصحك فيه قضاء أنك ترفع خطاب إلى وزير التربية والتعليم لأن حسب نظام نظام قواعد المظالم وزارة التربية والتعليم تقول قراركم من وزارة الخدمة اسمح لي عشان ما تقع في المشكلة حتى ما يصبح قرار الفصل نعم. الآن محصن وهذا الكلام للـ83 ترفع خطابك إلى وزير التربية والتعليم وتنتظر مدة 90 يوم إما أن يجاوب ولا تكون أنت أو يمتنع عن الرد ثم إذا جاوب بالسلب أو امتنع عن الرد تتجه إلى وزير الخدمة المدنية وتنتظر 60 يوم إذا جاوب سلبا أو امتنع بالرد تأتي تذهب إلى الديوان المظالم وتقيم دعواك لأنك لو رحت ديوان المظالم مباشرة بيجون يدفعون بعدم نظر الدعوة لعدم اتباعك الإجراءات المنصوص عليها تروح تتبع الإجراءات من جديد تكون القرار تحصن وبالتالي ما عاد يجوز لك الرجوع بس وضح لك كلمة تحصن بمعنى أنه مضى عليه وقت مضى عليه 60 يوم تحصل 60 يوم من تاريخ العلم. طيب ويرفع بالقرار هذا. 60 يوم من تاريخ العلم. القرار الطي القيد هذا. هذا ترفع فيه الوزير التربية والتعليم. وأنا مستغرب من الوزير يعني مستغرب أيضا من التصرفات الآن اللي حاصلة. هذا الآن الملك يعني يوجه بمراعاة الشباب وتقنين يعني المشاكل ومحاولة حل مشكلة البطالة وتوفير ميزانيات ويأتي تصرفات يعني نستغربها جدا يعني. الآن هؤلاء يجب أن يستحويهم يعني سواء التعليم أو الخدمة المدنية أو أي وظائف أخرى حتى يمكن أن يقومون بدفع عجلة التنمية في البلد نعم. هؤلاء طاقات مهدرة نعم. ما هي الأسباب اللي تترك لهذا السبب هذا ليش يعني ما يفكر بس الآن بغض النظر عن أنه كان يفاتح بيت المفاتح بيت هي واضح الفكرة بس الآن السؤال أنا صرت أذهب إلى الناحية القانونية حتى يحسنون على ولا العتب على أحيانا بعض التصرفات أو بعض الأخطاء سواء في هذه الوزارة أو في وزارة أخرى أو في الوزارات كلها يعني موضوع الحقيقة في أشياء كثيرة نستغربها وملينا في الحكي منها لا أنا اللي يعنيني قصة 83 شاب سعودي انفصلوا ووظفوهم 10 أشهر بعدين الآن في أمان الله قانونيا كيف ممكن يعودون وبشكل أسرع هذه لازم منها 3 أشهر هذه نعم لازم يتبع الخطوات هذه طيب والأحكام تصدر بعدين بأثار رجعي في حال رجعه بأثار رجعي نعم تصدر بأثار رجعي واعتبار وظيفته مستمرة وخدمته مستمرة وتصرف له الرواتب كأن لم يكن هذا القرار يلغى بالكامل بس أنا الودي اللي أنبه الأخ علي والشباب اللي معه أنهم إذا راحوا في زيارة وأعطوا موعد يكون معهم خطاب والخطاب يكون موثق ومسجل سجلونا امام الاتصالات سجلونا في الاتصالات الاداريه وياخذون رقم الاسبوع الماضي سوينا خطاب بس خلاص هذا هو لانه امام وزير التربيه والتعليم ولا الكلام المدنية. لا التربيه والتعليم اولا هم قالوا ما لكم عندنا شيء ما عليك منهم التربيه طيب. والتعليم خلينا نروح فاصل وبعدين نرجع نشرح كيف ممكن يحدث هذا الشيء طب. فاصل ونعود لكم بعد قليل اهلا وسهلا بكم من جديد لازلنا نناقش موضوع 83 موظف المفصولين من وزاره التربيه والتعليم ضيوفي الاعزاء دكتور محمد العبد اللطيف الكاتب والاكاديمي وايضا الاستاذ سلطان العنزي وهو مستشار محامي ومستشار قانوني انضم لنا ايضا الان صالح المعاوي وهو احد المفصولين
زي قصة علي قبل شوي، بس عنده شوية اختلاف. قلنا قصتك، أنت تقول لكم قابلت وزير الخدمة المدنية بعد ما قالوا لكم وزارة التربية والتعليم ترى موضوعكم عند وزارة الخدمة المدنية. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. المشاهدين خلف الشاشة، احنا بدأنا في موضوع يعني تقريبا من أول اللي وصلوا لوزارة التربية والتعليم. قبل كل شيء أنا هنا نيابة عن 83 موظف صراحة. لا أتكلم عن نفسي ولا عن زميلي علي. يعني تظلمنا و يعني الاختصاصيين في هذا الموضوع تحدثوا فيه وأعطوه حقه. احنا وصلنا لوزارة التربية والتعليم، قابلنا كنا ناويين نقابل مدير الشؤون الإدارية والمالية. طبيعي جدا دخلنا على السكرتير، قال لي موضوعكم الخدمة المدنية. يعني ما اللي قال لكم كذا بس؟ سكرتير الشؤون المالية والإدارية. فين؟ في وزارة التربية والتعليم. طيب بعد ذلك؟ اتجهنا للخدمة المدنية. قابلنا الوزير، بعد وجهونا الوكيل الوزارة، كان في اجتماع، طلعنا الوزير الخدمة المدنية استقبلنا. استغربنا منه أنه ما يدري عن الموضوع، يعني كان بالنسبة له الموضوع يعتبر جديد. قال لي أنا تابعت الموضوع في الصحف الإلكترونية، لكن كنت أتوقع أنه إشاعة. فمن حسن حظنا أن الأوراق اللي تثبت معنا أثبتنا له بالأوراق. بدون ما بدون الحاسيس يعني يقدر يتأكد عنده من الوزارة. أيوه يعني هو أنا حس. احنا تفاجأنا صراحة ان الوزير بنفسه يعني ما يعرف الموضوع هذا. كنا حتى انا سألته قلت احد جاك غيرنا احنا الموظفين؟ قال اول ناس يوصلوني المكتب. قال اعطوني فرصة، قال انا متأكد انكم مدخلين البيانات خطأ، انكم كتبتوا جمعية. الكلام هذا ما له اي صحة، واحنا واثقين من بياناتنا وعندنا اوراق تثبت انه فعلا مسجل دبلوم كل التقنية بتخصصات جميعها. طبعا احنا اساسا تقديمنا ما قدمنا احنا مسجلين في جدارة تسجيل عادي، هو من اختار رشح. انا من ضمن الاسماء لما جاتني رساله لقيت الاسماء البكالوريوس وكاتبين الاولويه للبكالوريوس، معناته فيه امكانيه للدبلوم. لا هم دام قبلوك وعشر اشهر هذا حتى لو يعني حتى لو اخطيت. طبعا احنا طيب. كنت على وظيفه بالمرتبه الرابعه، زملائي الان مترقين بالمرتبه الخامسه، راحت علي. انت بس استقلت من الرابعه عشان تاخذ السادسه. لازم نظام الخدمه الدنيا اتوقع طيب. انك لازم تنهي خدمات دكتور. نعم، هو الواضح انه الخطا هو خطا للاسف وزاره التربيه والتعليم. وانا اتذكر حتى من قبل كذا سنه لما صدر قرار المقام السامي امر من الملك بترسيم اللي على البنود، انه ضاع الديسك اللي عليه اسماء المستحقين ومرتبين بين الرئاسه وبين الوزاره، وتم لخبطة في التعيينات. الآن اللي حاصل هنا أنه مكتوب هنا أنه هذه الوظائف المحدثة بموجب الأمر الملكي الكريم 120 تقسيم 1 وتاريخ 2/7، يعني كما توقعتنا. وكما تعلمون فإنهم وللاستعجال في تنفيذ الأمر السامي الكريم، يعني ديوان الخدمة المدنية حتى يستعجل في شغل الوظائف أرسلها للجهات المعنية، بحيث أن الجهات المعنية تتحقق من المؤهلات. ولا بد تنسى جوالك. نعم. كل برامج تنسى جوالك. أي. تفضل. فاللي حصل إنه وزارة التربية والتعليم بشكل ما عينت الشباب اللي جوا هذولي. طبعا بعد ما اتضح أنهم تعينوا هناك ناس معهم بكالوريوس ولم يجتازوا الامتحان القياس، طالبوا بوظائف السادسة هذه وأقاموا شكوى ضد الوزارة وضد وزارة الخدمة المدنية. فاتخذ هذا القرار اللي أنا في رأيي هو قرار تعسفي، وحملوا الشباب تبعات الخطأ اللي ارتكبت المشترك، واللي حصة الأسد فيه هي وزارة التربية والتعليم، لأنها لم تتحقق من المؤهلات. وأيضا وزارة الخدمة المدنية لتأخرها في التعامل مع بيانات التوظيف اللي وصلتها. يعني لو حصلت هالقضية هذه في الشهر الأول، في الشهر الثاني كان من الممكن أنها تقبل، ولكن بعد 10 شهور تجي تقول الموظف عندك استلم وظيفة، ومثل ما تفضلوا الشباب أحد ترك وظيفة ولا الآخر ترك وظيفته في القطاع الخاص، ثم تقول له والله إحنا عيناك بطريق الخطأ،
ونطلب منك العذر والسموحه راح ادور شغله، هذا كلام لا يجوز. لو سمحت جيب بدنك، احنا تفاجئنا صراحه ان انا تكلمت مع الوزير وناقشته في نقطه انه يعني سيكون في اجتماع لجنه من وزاره التربيه والتعليم والخدمه المدنيه. من باب اولى ان الاجتماع يكون قبل القرار. اجتمع حدد، يعني اتوقع ان اللي يصدر القرار هذا ما شاف تبعات الموضوع هذا، يعني سلبياته كثيره يعني كل العالم، احنا ما نحتاج ان يعني لسنا في قضيه اخلاقيه او قضيه مخدرات عشان حد يتعاطف معنا ولا حقنا هذا وحق مشروع لنا، احنا يعني انا اتكلم نيابه عن جميع المفصولين، احنا ما نطلب الا بالوظيفه صراحه، احنا ما نبي معالجة أن يأخذ مرتبة خامسة أو شوف يعني أنا في واحد من على تويتر القديم اسمه عبد الله يقول تكفى علي أبي مداخلة، أنا ألغو ترشيحي بسبب خطأ موظف الوزارة ولي سنتين عاطل وزملائي مداومين، ووزير الخدمة يقول روح اشتك. أيضا يعني تعليق على ما سمعت وعلى هذه أيضا. طبعا من ناحية قانونية قرار التعيين يعتبر كأن لم يكن، إذا لم تبلغ الجهة المعنية خلال 15 يوم قرار مباشرتك عندها. يعني أنت الآن جيت وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم بلغت وزارة الخدمة المدنية بأن الأستاذ صالح المعاوي باشر لدينا العمل، وهذا قرار مباشرته. صحيح. يصبح قرارك صحيح 100%، وإذا مضى على قرارك 60 يوم أصبح محصن من أي طعن، وبالتالي وإن كان زي ما تفضلنا سابقا مليء بالعيوب القانونية، شرط أن لا يكون هناك عيب جوهري اللي هو عيب الإبطال وليس عيب الإلغاء، أنه يعتبر القرار كأن لم يكن، مثلا كنت مدلس أو كنت أدخلت بيانات غير صحيحة أو كنت تحسن الغير القانوني أو كان عندك يعني من الأشياء اللي تمنع أهليتك في استخدام الوظيفة الحكومية أو الوظيفة العامة. في هذه الحالة يعتبر قرارك سليم وصحيح، وأنت الآن باشرت 10 أشهر. صحيح. جيد. قبل صدور قرار التعيين أو قرار المباشرة يجوز للوزارة أنها تلغي، زي ما سأل الأخ الآن اللي هو أن الترشيح ألغي، يجوز للوزارة أن تلغي الترشيح شرط أن لا يصدر قرار التعيين بالمباشرة خلال 15 يوم، هذا نص النظام، وبالتالي يجوز للوزارة أن تلغي التعيين أو الترشيح ما لم يصدر قرار بالمباشرة وإبلاغ فيه وزارة الخدمة المدنية. يعني نفهم من هنا الكلام هذا يا أخ سلطان أن قرار تعيينهم محصن، أصبح محصن بعد مضي 60 يوم، وأن القرار إلغاء التعيين هذا مخالف للأنظمة يعني. نعم. إحنا الوزير أعطاني أمل وبعدين أعطاني خيبة أمل صراحة. الوزير ورقت كلامك، يعني قال لي في البداية قال لي إذا لكم حق بتأخذونه إذا أنتم متأكدين من بياناتكم، هذه ريحتنا صراحة. آخر الكلام قال أنا لا أملك يعني عودتكم إلى وظائفكم. يعني ما أدري إيش هو ما يملك العودة للوظائف، لأنه ما هو الوزارة المعنية، اللي تملك عودتك الوظيفة وزارة التربية والتعليم، هو فقط يشعر أن 83 باشروا حتى هذه وظائفهم وحنا قبلنا فيهم قرار. يعني بس في سؤال أنا عندي يا أخ سلطان لو سمحت، لو جت وزارة التربية والتعليم وقالت لهم إحنا بنخليكم تشغلون الوظائف اللي تتناسب مع مؤهلاتكم، بمعنى أنهم بينزلونهم مرتبة أو مرتبتين، هل هذا يعتبر جائز؟ هذا كان قبل تحصين القرار، بعد تحصين القرار يعني قبل الستين يوم. قبل الستين يوم، بعد الستين يوم خلاص يعني أصبح القرار نافذ، وحتى من ناحية قانونية نسميه أنه قرار صلب لا يمكن الطعن فيه أو الكسر فيه، أصبح قوي جدا ولا يجوز القضاء نظره. القضاء لو تقدمت فيه أمامها بعد ستين يوم يقول لك الدعوة مرفوضة لا أنظرها لتحصن القرار. نعم. تحصن القرار اللي هو المدة القانونية اللي هي 60 يوم من تاريخ تعيينكم. احنا صراحه ضحيه للخطا هذا، واحنا من هذا المنبر نناشد خادم الحرمين الشريفين انه يعني ينظر في موضوعنا. والله الحمد لله على سلامه ملكنا، فرصه ان نهني الشعب السعودي صراحه. والموضوع هذا احنا والله العظيم انه الى اليوم الصباح واحنا في عند وكيل الوزاره استقبلونا وما قصروا، ولكن ما طلعنا بنتيجه صراحه. احنا طيب. نبي نرجع لوظائفنا، ما طيب. نبي حل غير الحل هذا صراحه. نعم. احنا مكملين معكم الملف في الايام المقبله نشوف ايش يصير. اشكركم، شكرا لك دكتور محمد على حضورك، شكرا لك اخوي صالح، شكرا لك استاذ سلطان. الله يحييك يا رب. راح نروح فاصل ونعود بعد قليل، ويكون عندنا ازمه ثقه ربما، بس لا عشان نشوقكم معنا محمد خلاوي ضيفنا من استوديوهاتنا في جده، يتحدث عن تجربته الجديده مع التلفزيون بعد الفاصل.